أنا رئيس دائرة تمثيليات بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيوني، بيتوافد على هي الدائرة من 200 ل 300 فنان بيشتغلوا بهي الدائرة. أنا بدي أقول لك من وجع الفنان، أحد الفنانين بيجي بيقول لك أنا بدي أعمل عملية ولهلأ مو قادران فوت على المشفى. أنا بالنسبة لي نحن مثلا بين بعضنا وهذا المجتمع وواجبنا مع بعضنا، ممكن بين بعضنا نعمل وصارت نعمل لمة للفنان ونعمل صحيح. يدخل المشفى ويقدم. أحد الفنانين قبل وفاته لما اللي رحنا زرناه قبل وفاته بثلاث أيام، الشباب اللي الفنانين اللي اجتمعوا لحتى يقدموا له مبلغ معين، المبلغ اللي راح له هو اللي قام بكل نفقات العزاء لما اللي توفى. بقصد انه الفنان احيا هلا بس هو اسف بس استاذ جهاد قبل شوي كان عم بيقول انه احد الامور يلي هو قد يستفيد منها ان شاء الله ما بيعتازها كفنان موضوع الطبابه التأمين. يعني ليه ما عم بتصير استاذ التطوير قصة التأمين كارنيه تأمين صار امر طبيعي انك انت يحمل الفنان بجيبته كارنيه تأمين ويكون مثلا قيمته صفر لانه في شركات تأمين وسبونسرية كتير بتتوجه لا سيما انه ما تواخذني مثلا اتحاد نقابات العمال 100,000 عامل صح في انه تأمين وطبابة وإلى ما هنالك نقابة الفنانين 1,800 فنان فقط مو معقول ان احنا ما نقدر نقدم طبابة مجانية 100% ل 1,800 فنان. انا انت عم تسالني على شيء ممكن نحن نسعى له كمجلس اداره مثلا لاحقا او شيء موضوع الكثير مثلا الحرب 10 سنوات حرب افرزت كثير من الناس اللي تركت ملايين الليرات بعقارات واستاجرت. طب مو معقول هلا الفنان كمان مثلا احدى الفنانات انا هلا معلش بين قوسين هلا احدى الفنانات هلا قالت لي مثلا ممكن انا بدي اجي يومين على الشام مثلا انه نام بالمكتب بتصير معلش لا يعني لانه وضع المادي وكذا. انا بقصد الفنان 1,800 فنان بالشكل العام سواء للحكومه ولا هلا النقابه عم نحكي. باسل محرز